السلام عليكم. طبعا انا هعمل حلويات لوحدها عشان خاطر الفيديو مبقاش طويل عليكم، عشان خاطر لو انتوا عايزين العزومه تبقى في فيديو لوحدها ماشي، والحلويات تبقى كمان هي كمان في فيديو لوحدها. هنعمل ايه؟ انا جبت كنافه وقطايف، طبعا حشيت القطايف معاكم، والكنافه حطيتها في الفريزر. بكره الصبح ان شاء الله نعملها مع بعض. طلع بقى الكنافه كده ونعمل حشوتين للكنافه كده حلوين، ونعمل كمان الشربات معاكم، وربنا يدينا الصحه والعافيه ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. مش عارفه ودن الخمار ده وسعت كده ليه. يلا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني يوم بقى نعمل شربات الكنافه والقطايف. اهو حطيت 6 كوبايات سكر على 3 كوبايات ميه. الله عليه، عشان بعد ما ايه تعمل اروح عامله الكنافه والقطايف بالمره. ده القمر الدين اضربه في الخلاط واحطه في التلاجة. وده الكركديه اهو، هسكره واظبط السكر بتاعه واحطه كمان في التلج. نعمل بقى الكنافه بدري بدري كده، نعملها في الصاج ده، نعمل واحده بالكريمه وواحده بالطمر. ادي الحليب، بسم الله. ده المفروض كيلو، مش عارفه كيلو ازاي. احطها على النار بقى اقلب فيها لحد ما تتقل، وبعد ما تتقل نروح مدياها شوية اسمه ايه ده؟ شوية كريمة. على ما تتقع على النار اكون بقى ايه عملت الطبقة بتاعت الكنافة. واحد بقى بصوا شطوح في كل حتة. ادي الكنافة اهي، احط لها شوية سكر بودرة بس. ده نص كيلو هيبقى في الطبقة اللي تحت، واحط نص كيلو فوق. طبعا نبيتها في الفريزر من امبارح. بس ما بدهنوش، بس انا بحب ادهنه لسبب، الفرن عندي مش مظبوط فخايفه تتلزق من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جايبه صاج اصغر اهو عشان اكبس بيه. طبقات كتيره كده. بسم الله. ضغطت الكنافه كويس قوي اهي، عملت طبقه حلوه. وادي الكريمه بعد ما غليت، حطيت لها شويه كريمه. نفردها بقى كويس كده بعيد عن الطروف، وهعمل بقى واحده اتنين بالتمر نفس الطريقه كده، بس هحط بدل الكريمه تمر والبلح المفصص ده. بس كفايه كده. ضغط نعمل بمصانية للبقصه اللي هنا. خدي يا بائسة. بتهيل انا عايزاها ايه بعيد عن الطرف خالص، ايه عشان لما تغلي ما تطلعش بره الصاج. بس كده حلو قوي كده. حط بقى الطبقه الثانيه والسمنه ودخلها على الفرن على طول. بسم الله. ادي الكنافه اهي، ادي السمنه. بسم الله. ادخلها بقى الفرن على طول على ما اعمل التانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس تبقى بقى اقطعها سوا على طول. سنية الكنافة كمان اللي هي بالتمر اهي، هعملها وبعد كده هقلي القطايف على طول.
الكتاف كمان بالمره. احنا كده عملنا الكنافه والقطايف اهي. واللي يلا يا ولد نشوف هنعمل ايه بقى. بصوا بقى، بقطع الكنافه بالمره، نرصها في الطباق لحد الكنافه التانيه ما تطلع. بصوا عايزه اوريها لكم من جوه مستويه وحلوه. قطعها قطع رفيعه زي بتاعه المحلات عشان يحسبوا انها جاهزه. لازم سكينه مشرشره وانت بتقطعي عشان خاطر تطلع معاكي مظبوطه. بصوا الكريمه وجمالها، بصوا الكريمه وجمالها. قطع بقى رصها في الطبق بقى. نزلنا كل حاجه. استنى اجيب التوابل بتاعتها.